نظمنا النهاردة داخل التنسيقية ورشة بعنوان مستقبل الأحزاب السياسية، وكان من أهم أهداف هذه الورشة الارتقاء فيما بعد بالحياة السياسية، وطبعا من أهم مقومات الحياة السياسية هي الحياة الحزبية. شارك النهاردة في الورشة قيادات حزبيين، وشارك أعضاء من الأحزاب شباب وأعضاء، وشارك أيضا طلبة من الجامعات المختلفة من سياسة واقتصاد واقتصاد وحقوق، وخرجنا بعدة توصيات. كان من أهم التوصيات إنشاء قانون جديد للحياة السياسية للحياة الحزبية بدلا من القانون رقم 40. انخراط الشباب في الأحزاب السياسية ومشاركتهم الفعالة من خلال المبادرات أو مؤسسات المجتمع المدني إن هم يبدأوا ينخرطوا في الحياة السياسية في المجتمع. انا استفدت، وكطالب الجامعه طبعا هستفاد بحوار زي ده مع نخبه من الاعضاء في النواب والاحزاب السياسيه. تناولنا موضوعات كتير ومقترحات لحل مشكله الاحزاب في مصر والتعدديه ومشكله التمويل، ووضعنا مقترحات لحل هذه المشكله، وان شاء الله يعني باذن الله يكون في دور فعال اكتر للاحزاب الفتره المقبله في حل الازمات اللي بتواجهها مصر في الفتره الحاليه.